كما شفتوا معايا طريقه تحضير هذه الشوربه بالكينوا، هي طريقه بزاف سهله وهذه الشوربه بزاف بنينه مفيده وصحيه لجسمنا. طبعا ايضا كنتوا شفتوا معايا هذه الحلوه، حلوه سبيكلوز اللي هي حلوه مقرمشه طريه وخفيفه وبنينه في نفس الوقت. نقول لكم جربوا هذه الوصفات، انا اليوم نتلاقاو العدد المقبل دائما مع وصفات واطباق جديده. سلام. كما شفتوا معايا طريقة تحضير